بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع مرة أخرى إلى فقرة غرامير. طبعا كنا قد بدأنا الكومباراتيف اي لو سوبرلاتيف اون فرونسي. إذا طبعا تطرقنا بداية للكومباراتيف، كما نقول المقارن. إذا طبعا نقوم بمقارنة ميزات أو مقارنة ظروف أو مقارنة نعوت أو صفات. إذا رأينا أولا comparatif de supériorité. إذا نتكلم عن مقارنة بين شيئين أحدهما أكبر من الآخر أو أحدهما يتفوق على الآخر. إذا نتكلم عن comparatif de supériorité. ثم رأينا comparatif d'infériorité. ثم رأينا comparatif de supériorité. ثم comparatif d'infériorité. ثم رأينا comparatif d'égalité. رأينا أيضا مقارنة التساوي. إذا نتكلم عن شيئين، نتكلم عن شخصين أنهما متساويين في ميزة ما أو في صفة ما إلى غير ذلك. ثم رأينا comparatif avec proposition، رأينا مقارنة تستعمل فيها عبارات. ثم بعدها رأينا comparatif irrégulier، طبعا نتحدث عن مقارنة غير منتظمة ليست بالشكل الذي عرفناه. طبعا نستعمل فيه بعض الكلمات، نستعمل فيه بعض الأدوات. إذن هنا نتكلم عن comparatif irrégulier. إذن نتكلم عن مقارنة تعوض فيها كلمات بكلمات أخرى مختلفة تماما. ثم بعد هذا كله سنرى le superlatif. le superlatif كما إذن هنا طبعا le superlatif. إذن نتكلم عن كما نقول الدرجة الأعلى، من يتفوق على الكل في ميزة من الميزات. إذن le superlatif permet d'exprimer le plus haut degré d'une caractéristique. le superlatif permet، طبعا هنا عندنا le verbe permettre فعل مكانة. إذن le superlatif permet، إذن هذا le superlatif، نتكلم عن الأدوات التي تعبر عن le superlatif، تعبر عن الدرجة الأعلى. permet d'exprimer أنها تمكن من التعبير عن le plus haut degré. le plus haut degré عن الدرجة الأعلى، عن الدرجة الأعلى. إذن هي تعبر عن الدرجة الأعلى d'une caractéristique، لميزة من الميزات، لميزة من الميزات. إذن كما عندنا هنا لميزة. superlatif de supériorité بنفس الطريقة، سنتكلم هنا عن superlatif de supériorité. إذن نتكلم عن الدرجة الأعلى ولكن في التفوق، ليست الدرجة الأعلى في التدني. إذا le superlatif de supériorité se forme avec le, la, les, plus. de, des. إذا نقول le plus كذا وكذا de. أو نقول مثلا la plus كذا وكذا des أو bien de. أو نقول مثلا les plus ثم نذكر الصفة ثم des. نقول مثلا la maîtresse la plus patiente de l'école. إذا la maîtresse، إذا المعلمة أو المدرسة la plus patiente، كما نقول أكثر صبرا، الأكثر صبرا de l'école في المدرسة. إذا المعلمة الأكثر صبرا في المدرسة. طبعا نذكر من تكون هذه المعلمة، نقول مثلا فاطمة c'est la maîtresse la plus patiente de l'école. فاطمة مثلا هي المدرسة الأكثر صبرا في المدرسة أو للمدرسة كما عندنا هنا. le plus gentil des enfants، الأكثر ظرافة في الأطفال أو من الأطفال. إذا كما تلاحظوا بأن دو تتبعها اسم مفرد دو، نقول la plus patiente de. الدو تتبعها كلمة مفردة. أما في الحالة الثانية مثلا عندنا des enfants، des enfants، إذن عندنا دي ثم تتبع كلمة جمع، تتبع كلمة جمع. إذن le plus gentil des enfants، الأكثر ظرافة في الأطفال. ثم عندنا على العكس من هذا le superlatif d'infériorité. إذن عندنا كما نقول التفوق في التدني، التفوق في التدني، التفوق في التدني. إذا نتكلم عن الدرجة الدنيا.
إذن دو لا ميم فاصون بنفس الطريقة لو سوبرلاتيف دانفيريوريتي سو فورم افيك إذن هو يتكون من يتشكل من سو فورم افيك يتشكل كما نقول هنا مع إذن عندنا لو ثم عندنا كلمة موه مكان بلي مكان بلي إذن عندنا لو موه دو أو لا موه دو أو نقول مثلا لي موه دي أو بيان لي موه ثم نذكر الصفة ثم نقول دو نقول مثلا لا بلونت لا موه روبست دو جاردان لا بلونت لا موه روبست دو جاردان لا موه روبست دو جاردان إذا نتكلم عن النبتة لا بلونت لا موه روبست دو جاردان النبتة الأقل صلابة في الحديقة إذا نتكلم عن نبتة ممكن أنها تضيع إذا مسها أقل شيء فيقضي عليها سو سون لي ليفغ لي موان شيغ دو لا ليبغيغي سو سون لي ليفغ لي موان شيغ دو لا ليبغيغي إذا إنهم الكتب سو سون لي ليفغ إنهم الكتب لي موان شيغ الأقل غلاء الأقل غلاء الأكثر رخصا كما نقول عندنا هنا الأقل غلاء دو لا ليبغيغي في المكتبة للمكتبة إذا نتكلم عن كتب الأرخص في المكتبة سو سون لي ليفغ لي موان شيغ دو لا ليبغيغي إذا كما تلاحظون بأننا سنتكلم على واحد الصفات اللي تتفوق على الجميع إذا هنا في هذه الحالة تنتكلم على لو سوبرلاتيف ولا نتكلم عن صفة نقارن فيها شيئين أو شخصين ممكن أن يكون أكثر منها وممكن تكون هناك صفة أقل من هذه الصفة إذا قارن هذا الشيء أو هذا الشخص مع أشياء أو أشخاص آخرين لكن هنا نتكلم عن صفة متفوقة على الكل متفوقة على الكل سواء الدرجة العليا أو في الدرجة الدنيا ثم بنفس الطريقة عندنا لو سوبرلاتيف إيغيغولييه إذا نتكلم عن التفوق الغير منتظم إذا هنا نتكلم عن كلمات نستعمل فيها مثلا لا بلي موان دو لا موا ثم نذكر الصفة ثم نقول دو أو لو موا ثم نذكر الصفة ثم نقول دي ثم لا نستعمل فيها مثلا لا بلي ثم نذكر الصفة ثم نذكر دو أو دي هنا طبعا سنتكلم عن كلمات أخرى نستعمل للتعبير عن التفوق كوم بوغ لي كومباراتيف تماما مثل لي كومباراتيف كما رأينا فيما سبق تخواز أدجيكتيف أون أن سوبرلاتيف إيغيغولييه إذن هناك ثلاثة صفات عندها تفوق غير منتظم أنها تعبر كما نقول هنا عندها تفوق غير منتظم المقصود أن عندها كلمات أنها تعبر عن التفوق ولكن بشكل غير منتظم إذن بون دوفيان لو ميور إذن كلمة بون كما رأينا فيما سبق نقول مثلا إلي ميور كوموا هو أحسن مني لكن هنا سنضيف هذا لو إذن كلمة بون كلمة بون التي تعني جيد دوفيان لو ميور أنها تصبح الأحسن الأحسن إذن بون كما نقول أحسن أو جيد دوفيان لو ميور دوفيان لو ميور أنها تصبح الأحسن لو ميور الأحسن طبعا في حالة المؤنث نقول لا ميور كما نقول أحسن إلي لو ميور أتليت دو لا كومبيتيسيون إلي لو ميور أتليت دو لا كومبيتيسيون هو أحسن عداء في المنافسة هو أحسن عداء في المنافسة موفي دوفيان لو بلي موفي أو لو بيغ موفي دوفيان لو بلي موفي أو بيان لو بيغ إذن موفي كما نقول سيء موفي دوفيان لو بلي موفي أو لو بيغ إذن سيء دوفيان لو بلي موفي إذن أكثر سوءا موفي سيء دوفيان لو بلي موفي أن تصبح الأكثر سوءا أو لو بيغ تعني نفس الشيء الأسوأ نقول مثلا سي لو بلي موفي أوندغوا دو لا فيل إنه الأكثر سوءا مكان المقصود هنا إنه المكان الأكثر سوءا دو لا فيل للمدينة إنه المكان الأكثر سوءا للمدينة المقصود في المدينة
أو نقول مثلا c'est le pire endroit. C'est le pire endroit de la ville. C'est le pire endroit de la ville. إنه المكان الأسوأ في المدينة. ثم عندنا كلمة petit devient le plus petit ou le moindre. Petit كما نقول صغير. Petit devient le plus petit. أنها تصبح الأكثر صغرا. Ou bien le moindre كما نقول أقل. C'est le moindre de mes soucis. إنه الأقل في اهتماماتي. إنه الأقل في اهتماماتي. إذا نتكلم عن شيء نقول عنه بأنه الأقل في اهتماماتي. إنه لا يحظى باهتمامي الكبير. إنه آخر شيء أهتم به. C'est le moindre de mes soucis. ثم عندنا les adverbes mentionnés auparavant. Les adverbes mentionnés auparavant ont également un superlatif irrégulier. ثم عندنا les adverbes الظروف mentionnés auparavant المشار إليها فيما سبق ont également. هم أيضا عندهم un superlatif irrégulier غير منتظم كما رأيناهم مع le comparatif. Bien devient le mieux. إذا كلمة bien devient le mieux. كما نقول جيد أو حسن devient le mieux. أنها تصبح الأحسن. C'est la crème qui marche le mieux. C'est la crème qui marche le mieux. طبعا la crème كما نقول دهن. إنه الدهن qui marche. الذي يسير. المقصود الذي يباع. المقصود الذي يباع. Le mieux. Le mieux. الأحسن. إذا نتكلم عن دهنين. الأحسن من حيث البيع. من حيث الإقبال. C'est la crème qui marche le mieux. Mal devient le plus mal. Mal devient le plus mal ou bien le pire. نقول مثلا c'est lui qui chante le plus mal. إنه هو الذي يغني الأكثر سوءا. إنه هو الذي يغني الأكثر سوءا. إذا نتكلم عن شخص بأنه الأكثر سوءا من حيث الغناء. C'est lui qui chante le plus mal. C'est lui qui chante le plus mal. Beaucoup devient le plus. Beaucoup devient le plus. نقول مثلا Thomas est celui qui passe le plus de temps au téléphone. إذا Thomas هو الذي qui passe الذي يمضي le plus de temps الأكثر من الوقت الأكثر من الوقت au téléphone في الهاتف. إذا Thomas هو الأكثر هدرا للوقت باستعمال الهاتف. توماس هو الأكثر هدرا للوقت باستعمال الهاتف. توماس هو الأكثر إمضاء للوقت في الهاتف. توماس هو celui qui passe le plus de temps au téléphone. Peu devient le moins. Peu devient le moins. إذا peu قليلا. Peu قليل devient le moins. Devient تصبح le moins. الأقل. طبعا هنا عندنا le verbe devenir. هنا عندنا لو فيغ دوفينيغ. عندنا فعل أصبح. بو دوفي لو موان. إذا قليل تصبح الأقل. سي لا بورت كي في لو مو دو بغوي. إنه الباب الذي يفعل الأقل من الضجيج. إنه الباب الذي يفعل الأقل من الضجيج. إنه الباب الأقل ضجيجا. سي لا بورت كي في لو مو دو بغوي. إذا وهكذا نكون قد أنهينا مع هذا الموضوع المتعلق ب لو كومباراتيف اي لو سوبرلاتيف اون فرونسي. لو كومباراتيف اي لو سوبرلاتيف اون فرونسي. وعلينا ان نضبط استعمالات هاد الكلمات لنستعملها في موضوعاتنا الكتابيه والشفويه. نلتقي في فقره قادمه ان شاء الله مع موضوع اخر. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.